اليوم الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا بهذا الفوز على فريق محترم، فريق ترتيبه الثاني بالدوري السوري. اليوم نقاط مضاعفة تعتبر. اليوم اللاعبين كانوا رجال بصراحة، نفذوا تعليمات المدرب الكابتن أيمن حكيم، كانوا اليوم رجال بأرض الملعب، وهذا الدوري السوري هو النقاط. وضيعنا فرص كانت لازم النتيجة تكون أكثر من 3 أو 4، خاصة آخر الوقت حالات انفراد. النتيجة كانت لازم تكون كتير كبيرة على فريق الجيش، بس هو بالمحصلة هو 3 نقاط كتير مهمين، يعتبروا مضاعفين على فريق الجيش، وما زلنا بالمنافسة، والدوري فيه لسه نقاط بالدوري، في مباريات قادرين نحن نرجع للمسار الصحيح. حكي مدرب فريق الوحدة، أول شيء ألف مبروك على الفوز بالدربي العاصمة. شو بتحكي لنا عن مباراة اليوم؟ الحمد لله، يعني بعد خسارة تشرين اللي ما متوقعة، الحمد لله الفريق حسن يرجع، حسين يعود. عندي ثقة بالفريق، لكن بده عمل، بده شغل صراحة. بعض اللاعبين يستعيدوا الثقة بنفسه، هذا الشيء اللي نحن عم نحاول نشتغل عليه، بس بده صبر شوي. إن شاء الله يعني من خلال البطولات الثلاثة بنحقق نتائج إيجابية. بس قلت لك يعني ما معنى عصا سحريه. الحمد لله رب العالمين، مثل ما شفت اللعبه صح عندنا فرص كثير، وكانت النتيجه اكبر من هيك طلعت، بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله المهم 3 نقاط، رجع الثقه بحالنا بعد بعد لعبه تشرين. ان شاء الله القادم افضل لنا وللكادر التدريبي. بتصور كنا الشوط الاول كثير سيئين، تلقينا هدف، حاولنا الشوط الثاني نرجع بالمباراه، ولكن ما كنا يعني الطرد اثر علينا بصراحه بشكل كثير كبير، ما قدمنا بشكل عام مباراه كبيره، مشان هيك خسرنا المباراة. شو بتحكي لنا عن المباراة؟ أول شيء مبروك لنا الوحدة وهارد لك، لأن اليوم مباراة كثير سيئة كانت لنا بكل الظروف للأمانة، يعني أول مباراة بنلعب هيك تحت ظروف سيئة كثير، كانت يعني أدائنا كثير كان سيء بهي المباراة.